بادل هي رياضة ما بين التنس وسكواتش، كتلعب بأربعة ديال الناس، ما يمكنش نلعبو غير بجوج، وكتلعب تيران صغير من ديال التنس وفيه الجاج. مي كضرب الكرة في الجاجة يمكننا زعما مازال يمكننا نلعبو، ماشي بحال التنس. في الأول كان شوية، ودابا الناس بحال اللي اكتشفوا هاد الرياضه وكتعجبهم بزاف، وكثر الناس الصغار ولي جون كتعجبهم، وحيت كيتلاقاو الناس بزاف و سي جون زعما وديناميك. لا كومبيتيسيون كازا انفا بادل تور فيها 58 لاعب، كلهم اومولوغي بار لا فيديراسيون، وكتلعب في الروك، والدراري اللاعبين كلهم عندهم لا ليسانس كت سا لوغ بيرميت يكون عندهم لي بوين وعندهم لاسيورونس، زعما سي سو ليجيت دو لا فيديراسيون. ممكن من بعد ملي تيربحوا تيكون عندهم لي بوين، ومن بعد تيكون ان كلاسمون، حيت يلاه بدا دونك يلاه لي كلاسمون بداو. كومبيتيسيون زوينه، يلاه اليوم لعبنا اول ماتش مع سيمون مون بينوم، ربحنا، كان ماتش في مستوى، ان شاء الله غدا عندنا كارفينا في الصباح، ونقدروا ان شاء الله نعملوا خنا نتقاتلوا باش نجيبوا هذا التورنوا كومبيتيسيون، وان شاء الله يكون خير. التنس صراحه سي تري دور على بادو شويه فيها لامبيونس، كتلعب دو مع دو. فيها كتلعب مع صاحبك دائما، ما فيها شي ان ماشي بحال التنس. التنس راه صعيبه كونديسيون فيزيك، خصك دائما كل تريني كل نهار، وخصك امكانيات وفلوس بزاف الحوايج. بعدا فيها لومبيوس بلا نوايا، كتلقى راسك راه مشيتي بعيد.